تقسم القطط ساعات نومها على مراحل متعددة بين النوم الخفيف والنوم العميق، وتتبادل بين المرحلتين حتى تستيقظ. تأكل القطط الوجبات الخفيفة الجافة من أجل الحصول على المعادن والاحتوائها على الفيتامينات التي تقوي من جهاز مناعتها ومن أجل صحة جهازها الهضمي. السلوك الجنسي هو ما يبدأ به الذكر والأنثى البالغين تجاه بعضهم البعض، كما أن الهرمونات الجنسية تلعب دورا مهما في هذه الحالة. سلوك منح الرعاية وهو سلوك حماية الكبار للصغار، فالحيوانات تقوم بمنح رعايتها واهتمامها لصغارها منذ ولادتهم إلى أن يبلغ الصغير أشده ويعتمد على نفسه. سلوك الاستكشاف هو سلوك يتصل بحب الحيوان بالتعرف على ما يدور حوله حتى يكون من بيئته وعلى علاقة به. تختبئ القطط عادة عندما تكون مريضة أو مصابة من أجل الحفاظ على طاقتها. عادة عندما تسترقي القطة فهذا دليل على شعورها بالأمان والثقة في البيئة التي تتواجد بها، ومن المرجح أيضاً أن تنام القطة لفترة طويلة بعد الاستلقاء. هناك العديد من سلالات القطط تمتلك طاقة عالية تدفعها للعب والحركة باستمرار، وهي في كثير من الأوقات تحتاج إلى شريك يساعدها على الاستمرار قبل أن يصيبها الملل وتعود إلى عزلتها سريعاً. حصول القطط المنزلية على ساعات يومية للعب وممارسة الأنشطة يساعدها على التخلص من التوتر والقلق، وهو ما يجعلها أكثر تكيفاً ولطفاً مع الأشخاص والبيئة من حولها. ومن بعض فوائد اللعب مع القطط تعزيز الثقة والأمان وكسر الملل وتحفيز النشاط.